بسم الله الرحمن الرحيم. سلام أشوب مسليغ الكلمات اللي سمعتها كامل عاونوني برك. الآيات سمعنا السماوات، سمعنا الأرض، سمعنا البحار البحر، سمعنا الشجر، سمعنا الفلك، الشمس، القمر، الليل والنهار. أخي سمعتها كامل، وكأن الشيخ ياسين راه يقول يلا روح الإعجاز، طبعا بلا تنسيق يعني هكا لا كونيكسيون واحد سكان، باش نتحدثوا شوية عن الإعجاز العلمي، وجه من وجوه الإعجاز. لا يمكن أتحدث عن الإعجاز العلمي إلا بعد أن أقول ربي ارحم الذين سبقونا إلى هذا الموضوع، علماء كبار جدا. هناك أحياء، منهم الشيخ عبد المجيد الزنداني كان ضيف تيزي وزو في 1989، ضيف الجزائر ولا يزال على قيد الحياة، الشيخ عبد المجيد الزنداني اليمني. وثور الحمد لله أصبح الحديث عن الإعجاز كثير، اللي في البيولوجيا في البيولوجيا، اللي في لاميدسين في مجال الطب، اللي راهم في علم الجيولوجيا لا جيولوجي طبقة الأرض، اللي راهم في علم البحار في علم البحار أيضا. دخل واحد الإسلام في تيزي وزو هو خبير إكسبير عالمي في علم البحار بعد ما سمع الآيات المتعلقة بالبحر إلى آخره. إذن هذا الخير موجود. يرفع الأذان الآن. طيب فغادي نغبل لي الإعجاز العلمي ذيون بوذن من الإعجاز قول ربي عزيزا يخاطب العقول اللغن، يخاطب القلوب الباب، يستفز الهمم، يستفز الهمم، يثير إشكالات كونية كبيرة. من مقاصد ذلك معرفة الله، يعني يوم ما يتوحد يتولي جنوان ثمورث البحور الضيور إذورار إيضاك ذواس تعاقب الليل والنهار إيضاك ذواس أقرأ ثورة ذيض أن بعد ذلك دي شرقي طيش ذاس تعاقب الليل والنهار. الذي ينظر في كتاب الله المفتوح سوف يؤمن بالله الواحد جل جلاله. وين تسوالين ذوين يدخل قرب سبحانه ذي الكون جندن سيدير أذي السين ربي وذي وحد ربي وذي قوض ربي وذي السين أزاليس. لذلك أستحضر بعض الآيات منها في أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. أربو دخلي قرية كل كونكي ذي البطل، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كلمة سبحان تفيد التعظيم إلى آخر الآيات. يبدو أن الوقت الأذان قد وصل، ما زال، شكرا على هذا الكرم. إذن لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقدي سورة العمران وتعود غير الآيات الدغراء الشيخ باش يعني تفادي للتكرار نوحي إلى آيات أخرى. نقرأ في سورة ياسين التي تقرأ كثيرا، سورة ياسين آيات مثلا نقف عند الآية 36، الآية 36 عند دين ربي سبحانه سبحان الذي مردين سبحان معنى التعظيم.
أما كنتينا من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الجريح، إن شاء الله ربي يرجع المسجد الأقصى إلى رحاب الإسلام والمسلمين وينصر إخواننا وأخواتنا المجاهدين المجاهدات في غزة وفي فلسطين ويرحم شهدائهم شهدائنا ويجبر كسر الجميع. وما النصر إلا من عند الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كلمة سبحان تعظيم لتهيئة النفوس لما سيأتي من بيان أو من نبأ. بدين سبحان الله أن وحد ربي سبحانه ونهجي إيماننا أن سلشد ياسن ذفيرس. يكمل دغالق إلى سورة ياسين الآية 36، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. أنت مشي ولا نكمل نقرأ حتى توصل نكمل. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وسيأتي البيان. إذن مثلا باختصار أيني دي قيمة ذي خيران دقائق كامل نكمل ذي الإعجاز العلمي مدام نسلا الآيات التي ترشدنا إلى قراءة كتاب الله المنشور. القرآن كتاب الله المقروء، كتاب الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إلى الكتاب الثاني هو كتاب الله المفتوح المنشور. الكون جميع عقول الدنيا يكلغن الدنيث أذغرنك ذي الكونك. أما كدننا قبل حين أصحاب لا جيولوجيا أذغرن طبقات الأرض وحدنا ربي بدين ربي في سورة الذارية الآية 20، وفي الأرض آيات للموقنين. أدس أصحاب الأسترونومي أصحاب علم الفلك أذغرن الآية 7 من سورة الذاريات، والسماء ذات الحبك أذغرن الآية 53 من سورة فصلت، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. المعنى يسي مسنوى نتسنى ذي نغفتي ذس أتثاو ضم وينو ذن يوفا سخدم ثكان اللغنوان. أما في البحث في الآفاق، أما البحث في النفس، علماء النفس البسيكولوج المختصون في هذا المجال النفس ربي دينان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. في سورة الذاريات الآية 18 دين ربي سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآية 21، الآية 21، الآية 18 حاجة نظن، الآية 21 من سورة الذاريات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ممكن واحد يقول لك أنا ما قريت علم الفلك ولا علم الجيولوجيا، ما نقرأ جغرافيا، ما نقرأ والو. قل له وحد ربي في نفسك، وحد ربي في جيمانك تسوضاض. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية فصلت ذكرناها الآن 53، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآية 22 سمعنا نحتاج إلى المطر، نحتاج إلى الرزق، ربي ناد وفي السماء رزقكم وما تعدون. أغدي رزق ربي سلهوى وأغدي يرنو لهنا. والآية كذا غنربطوها بالآية 30 من سورة الأنبياء، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. دي سورة تصل آية ثانية ربي في الماء الطهور. شيء عجيب تعيش مع القرآن هذا الوجوه نتاع الإعجاز. في النهاية ستؤمن بالله الواحد وسبحان الله. عودة إلى الآية 36، طاع
طيب ما نسيتش هذيك الأخت الشقيقة، ما نسيتهاش في الفريضة قبل المسألة الأولى، الزوجة ترث الثمن وكذا، والبنت ترث النصف، وبنت الإبن ترث السدس، ركزت فقط على المعادلات. أما الأخت الشقيقة كم ترث؟ مازال السؤال يعود، خليناها وتزعف علينا وكيف؟ لا لا، لماذا الباقي تعصيبا؟ لماذا؟ لا 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 لا، الأذن سمعناه، صافي الصلاة. عصبة مع الغير، كلمة يروح كلش، هناك عصبة بالغير، عصبة بالنفس، عصبة مع الغير. الأخت الشقيقة ترث عاصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث، فتصبح في مقام الأخ الشقيق إرثا وحجبا. كل شيء دقيق في العلم، علاش ربي قال قراو قراو، وثاني ربي قال قراو باش نرفعوا الحرج، خاطر احيانا كيخرجوا لي ريزولطا نتاع الباك نسمعوا بعض الناس يقول لك قراو غير الشريعه. لا، اقرا، كل ميسر لما خلق له، فقط اقرا باسم ربك. هذا في الشريعه، هذا في القانون، هذا في علم النفس، في علم الاجتماع، في علم الطب، في البيولوجي، في الجيولوجي، كل شيء اقرا برك. ولكن ربي ناد اقرا باسم ربك، اربط بين العلم وربي، والعلم عامل اساسي وصلك باش تعرف ربي. إذن ربي قال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا، شوف الاعاده، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. لذلك مجالس القران إن شاء الله تنحو هذا المنحة باش نفجر نفجر يا نبيع المعرفة، باش نعيش مع القرآن فنرتقي إليه. وعدتكم بالتعليق على الآية 36 من سورة ياسين سبحانه، والتي تساوي الآية 49 من سورة الذاريات. القرآن يشرح بعضه بعضا، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، ورهم علماء الحياة والإحياء والنبات وكذا، مما تنبت الأرض، ومن أنفسهم تعدد الزوجية والانبثاث الزوجية في الكون. وبعدين احتنى ربي ختمها كيفاه، قال ومما لا يعلمون، ليظل الإعجاز القرآني قائما أبد الآبدين. نحن مطالبون بقراءة هذا الكتاب العزيز، قراءة اعتبار، نستنبط منه ما ينفعنا في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، في جميع مناحي الحياة، ويحرك عقولنا للبحث والنظر والتأمل والتفكير، كما قال الكاتب الشاعر العقاد، قال التفكير فريضة إسلامية لنصل إلى معرفة الله الحق، وبعد ذلك نعيش في سلم وسلام. جيغاون ثلويث، وبارك الله فيكم، أرثي مليث.